أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 671 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 46,195 حالة، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض. هذا وأعلنت وزارة الصحة عن شفاء 717 مصابا بالمرض خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 37,030 حالة.